تمكن أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بوهران من توقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و 45 سنة مع حجز سيارة وشاحنة محملة بسلعة مستوردة بطريقة غير شرعية. العملية جاءت أثناء قيام أفراد السرية بخدمة بالسد الثابت بالكرمة، وبعد مراقبتهم لإحدى الشاحنات عاينوا أنها تحمل على متنها فواكه استوائية مستوردة بطريقة غير شرعية. على إثر ذلك تم توقيف سائق الشاحنة ومرافقيه وحجز ما يلي: شاحنة نوع إيسيزي، سيارة نوع رونو كومبيس، فواكه مستوردة بوزن إجمالي يقدر ب 738 كيلوغرام وبقيمة إجمالية تقدر ب 508400 دينار جزائري، مبلغ مالي قدره 350 مليون سنتيم. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم معنيين أمام الجهات القضائية المختصة حول جنحة تهريب بضاعة أجنبية باستعمال وسيلة نقل. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة تحقق في القضية.